مساكم الله بالخير من الرياض. ولا احد توقع صح. قلت لكم شيء يعني مو عادي، مثل ما قلت لكم تغطية فريدة جدا، وقليل من الناس من يعرف هذه المعلومات. وفعلا مكان يعني شوفوا معاي انتوا شنو الرحلة اللي باخذكم فيها وشنو التغطية هذه. اول شيء هذا مركز للعلاج من الادمان، حلو، ريليب مركز التأهيل السلوكي، العلاج من الادمان بشكل خاص بكافة انواع الادمان، والعلاج يعني لاي نوع من انواع الامراض النفسية والامور هذه. اول شيء يحتاجه المستفيد من هذا المركز الخصوصية، لذلك ما راح ادخل معاكم من الباب، راح ادخل بطريقة دخول المستفيدين من هذا المركز اللي يبون الخصوصية. راح نركب سيارة وفي مدخل خاص من السرداب، تدخل تحت وتدخل إلى غرفة العلاج من دون ما تمر على أي أحد، لا توقف طابور، لا توقف استقبال أحد يشوفك، أحد يشوف المريض اللي معاك سواء أنت أو جاي مريض مصطحب معاك، ما توقف طابور في ناس غيرك موجودين، لا، تنسق باتصال تلفوني أنك حاب تستفيد من المركز أو من خدمات المركز، ويتم انتظارك واستقبالك. هذا المركز المفترض أن اللي بيستفيد من الحالة أو الحالة اللي تبي تستفيد من خدمات المركز والعلاج منسق مع المركز، فإحنا كأن إحنا منسقين مع المركز ونوريكم شلون تبدأ رحلة العلاج. يدخل إلى هذا السرداب أو القبو أو البيسمنت بالسيارة، ويوصل إلى المصعد، ويطلع من السيارة إلى غرفة العلاج فورا بخصوصية تامة. هذا احنا الحين بالسرداب، توقف الحالة عند المصعد هذا، ويطلع من هني ينتظرونا طبعا الفريق العلاجي، ويطلع فوق على غرفة العلاج. معنا الدكتور حسن خبراني مدير طبي للمركز. مساك الله بخير دكتور. احنا الحين عند المصعد، منو اللي يستقبل المستفيد هني بهالمرحلة؟ اللي يستقبله مدير الحالة. حلو. والتمريض لكل حالة مدير؟ لكل حالة، كل تمام. حالة في مدير مخصص لها. ممتاز. بعد ما يستقبله مدير الحالة يصعد فيه للغرفة. يلا نصعد. خصوصية. طبعا كل مرحلة من المراحل ما تصير إلا بالكرت، صح دكتور؟ صحيح. كل الأبواب اللي بالمركز لها أكسس عشان مسألة الدخول والخروج وعدم إدخال أشياء ضارة. طلعنا من المصعد، الحين رايحين على طول على الغرفة. طبعا يراعى لكل مستفيد من المركز أن يحرصون أن ما حد يشوفه أثناء التجول، أثناء المرور، يعني داخل طالع رايح غرفة كذا، ما يلتقي بأي أحد. يعني هذه الغرف ممكن تكون فيها ناس الحين بس ما ندري عنهم، لا يطلع ولا يدخل بشكل يسمح بأن أحد يشوفه، حفاظا على الخصوصية. وهذه غرف المستفيدين مثل ما أنتم شايفين، مو غرفة مستشفى، غرفة فندق ما شاء الله. طبعا الغرفة كلها مراعى فيها أمور السلامة، ما في أي زوايا، ما في أي شيء حاد، ما في أي كذا. أول ما يوصل اللي يعطونا الأمور العناية الشخصية مثل الفنادق، سجادة الصلاة، الأمور هذه. ما في، لاحظت أنه ما في شاشة تلفزيون، قلت لهم ليش؟ قالوا إحنا في بعض الحالات لازم ندمجها بالمجتمع، وبعدين إذا يبي ترفيه في آيباد خاص لكل مستفيد عشان يتابعون حالته، ويعني يكون تحت المتابعة. حتى دورة المياه جلكم الله ما فيها أي شيء ممكن يساعد المستفيد أنه يعني يضر نفسه. فهذه الغرفة اللي قاعد فيها غرفة صراحة عالية الجودة، يعني مستوى 5 نجوم، مرتبة، نظيفة، جميلة جدا، سهلة وبسيطة. دكتور حسن، دخل الحين المستفيد الغرفة هذه، أول ما دخل من السيارة وصل ودخل الغرفة هذه، شو يصير أول شيء؟ يصير يكون الفريق الطبي موجود، يتم تقييمه بشكل كامل، توضع له الخطة العلاجية.
العلاجية وبحسب حالته. إذا كان مثلاً عنده إدمان يتم وضع خطة لإزالة السموم لفترة معينة ثم يدمج بعد ذلك في البرنامج التأهيلي اللي يمتد إلى 3 أشهر و6 أشهر بحسب. يعني عندكم أول شيء إزالة السموم، بعدين علاج قلت لي قبل شوي الأمور النفسية المرتبطة بالإدمان، وبعدين محاولة خرطة في المجتمع، التأهيلة للمجتمع. صحيح. يعني كل هذه مراحل متكاملة من يوصل إلى أن يطلع. والفريق يشمل شنو؟ الفريق معالج، الفريق متكامل يشمل الاستشاري الطب النفسي والإدمان، يشمل الأخصائي الطب النفسي، قلت لي في مرشد ديني، الأخصائي النفسي، المرشد الديني، مرشد التعافي، مرشد تعافي، يعني يكون شخص خاض التجربة هذه وتعافى، صحيح، فيعرف شلون يتعامل معاهم ويتكلمهم معاهم عن تجربته وكيف يعني نجح في التعافي وشنو أثر التعافي عليه ويعني تحول حياته. صحيح. ممتاز. الأخصائي الاجتماعي والمدرب الرياضي، ما شاء الله، الفريق متكامل يتعامل معاه أثناء فترة بقائه. ممتاز. لأنهم يبقوا هنا لفترة طويلة، فالخدمة تكون فيها أنشطة رياضية وترفيهية تساعدهم أنهم يبقوا لفترة طويلة بدون ملل أو باندماج واستفادة أكبر. ممتاز. هذا دكتور جهاز الآيباد اللي قلت لي كل مريض فيه برامج ترفيه له. صحيح. زين، يقدر تواصل فيه مثلا من خلال الخارج؟ لا، هو فكرة ترفيه بالدرجة الأولى، بحيث أنه يقدر يعني البرامج الأخرى اللي يمكن يستخدمها للتواصل محدودة عشان جوانب، لكن الجوانب الترفيهية أنه يشوف اليوتيوب أو شاهد أو غيرها من برامج الترفيه متاحة موجودة ومخصص له، بحيث أنه يكون في عنده مرونة عالية. وميزة الآيباد أنه تقدر في وقت معين يصير يعني الأكسس له إلى وقت مناسب، حتى إنه الواحد يعني أنتوا تتابعون فترة الترفيه ومحتوى الترفيه. بالضبط. لذلك أنتوا حاطين الآيباد يعني تتحكمون بالفترة اللي يحتاجها للترفيه وبالمحتوى. بالضبط، عشان نساعده إنه يخلق نمط معين. ممتاز. في وقت نوم معين ويصحى وقت محدد. هذه الفكرة. ممتاز. يعني تعطي مرونة عالية في خلق برنامج وجدول مناسب لهم. اي، واضح الفكرة. هذه الغرفة اللي كنا فيها، وراح نصور الغرفة اللي يصير فيها الجلوس الجماعي أو العلاج الجماعي عشان تشوفون مستوى وجودة الغرف. طبعا الغرف الخاصة فيها خصوصية، لكن الغرف العامة كل مرافق المستشفى في كاميرات، ويعني اللي دواعي السلامة للمستفيدين. هذه غرفة من نوع آخر، هذه غرفة الدكتور شكلها من غرف المستشفيات. صحيح. ليش؟ الفكرة انه بعض المستفيدين يكون عنده اعراض اسحابية شديدة. يحتاج الى رعاية طبية اعلى. ويحتاج الى continuous monitoring. لازم انه يشاف بشكل مستمر، تشيك على العلامات الحيوية بشكل مستمر. والسرير الطبي ويتم مراقبته ويكون معه التنظيف موجود طول الوقت. احنا نتأكد من متابعة عالية. متابعة عالية ودقيقة. يعني ولدكم او بنتكم او المستفيد اللي بتحطونه ترى بايدي امينه وفي متابعه طبيه عاليه ان استدعت الحاجه. طبعا شوفوا هذه بعض المرافق اللي هني، نادي رياضي، منطقه طعام، علاج بالفنون، صاله ترفيه. وهذه مثلا منطقه الطعام. طبعا على الاغلب الحالات لازم يكون يتم دمجهم مع بعض وياخذ يعني يكونون مجتمع، فهذه المنطقه اللي ياكلون فيها. شايفين مستوى الجودة والنظافة وما شاء الله، وتقدم لهم 3 وجبات يوميا غير السناكات اللي بين الوجبات. هذه غرفة مكتوب عليها علاج بالفنون. شنو فكرة العلاج بالفنون دكتور؟ شنو الفنون اللي تعجبك؟ فكرتها انه بعضهم يكون عنده هوايات يكونوا مميزين في الرسم، حلو، وبعضهم عنده هواية اخرى او موهبة اخرى في الشعر او في الإلقاء، حلو، فهي تنمي الجوانب الاخرى. ممتاز. اللي تخلي الواحد ايضا عشان ينشغل عن التفكير بالموضوع الادمان والامور هذه والعلاج. بالضبط. واكتشف مواهب ايضا. تمام. ممتاز. هذه فكرتها. طبعا فكرتها انها مكان مفتوح. تعرف. حلو. عشان الواحد يبقى لفتره طويله يكون في مكان يساعد على نشر يتجمعون فيه والانشطه الترفيهيه.
يقام فيه بعض الاحتفالات الاحتفال باليوم الوطني وخلاف من الأنشطة والأعياد وخلافها. بالإضافة لي ممكن تقام فيه أحيانا بعض الأنشطة مثل ورش العمل الورشات التدريب. ممتاز. وهذا النادي الرياضي طبعا في قسم للرجال وقسم خاص للنساء، في جيم للرجال وجيم معزول تماما للنساء، وهذا يعتبر من احد يعني المراكز القليله اللي توفر خدمه العلاج من الادمان للنساء. وهذه هني صاله ترفيه، بلياردو، وهذه هوكي، تنس، هني جلسه بلاي ستيشن، قاعده، اي شيء. وفي جلسات خارجيه اوت دور، شوفوا مستوى الجلسات، حين نطلع نشوفها. هذه منطقه الاوت دور ما شاء الله يعني جميله، جوده عاليه، شوفوا جمال المكان. هذا طبعا في واحد للرجال وفي اخر مثله للنساء، منعزل تماما. وطبعا اي احد بيقعد مع عائلته تدخل العائله بمكان انتظار العائلات، واي مستفيد مستفيدين يقدر يجتمع مع عائلته بالمكان هذا. هذه منطقة انتظار العائلات. معنا أستاذ سامر الأخصائي الاجتماعي في المركز اللي يقعد مع عائلته. اللي يعني هل أنتم لكم دور مع العائلة أيضا؟ شلون يتعامل تعامل العائلة مع المتعافي أو اللي يتم علاجه أو المستفيد أثناء العلاج وبعد العلاج؟ نعم صحيح، الإدمان أثر نفسي كبير على الأسرة. تمام. فاحنا نعطيهم توعية كيفية التعامل مع الشخص المدمن. حلو. سواء خلال فترة العلاج. تمام. أو ما بعد خروجه من عندنا بعد فترة العلاج. يعني أنتم تتواصلون مع المستفيد وأهله عائلته. نعم. الاثنين تعطونهم تعليمات. نعم. توجيهات وتعليمات حتى يعني تنجح ينجح العلاج. نعم صحيح. طبعا هني الجناح التخلص من السموم، وفي غرف العائلات مثلا هذا الجناح الخاص بالمراهقين ما نقدر ندخل لمراعات خصوصيه. المراهق العائله تدخل من هني والمراهق يدخل من باب اخر داخل عشان يلتقي بعائلته، عشان لا العائله احد يشوفهم ولا هم يشوفون احد من اللي داخل الجناح، ولا هو يطلع من الجناح عشان ما حد يشوفه، فعندهم خصوصيه تامه. طبعا هذا مدخل اخر للعيادات الخارجيه في حالات ما تستدعي التنميم، يعني يبي راجع عياده يعالج مشكله نفسيه اقل من الادمان او متابعات بعد ما يخرج من التنميم، يدخل هذا مدخل العيادات الخارجيه. هذه العيادات الخارجيه الموجوده في المركز. طبعا في صيدليه ايضا المستفيد ما داعي يروح لصيدليات خارجية، أو سواء نحتاج أي شيء داخل المركز في صيدلية موجودة، أو إذا كان يعالج أو تابع مع عيادة خارجية يقدر يأخذ علاجه من نفس المكان. طبعاً يتواصل المستفيد مع العيادة إذا ما يبي فترة انتظار، فبحيث يرتبون له موعد على طول يوصل يدخل على العيادة. هني مع الدكتورة راح تشرح لنا في العيادة هذه شنو. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام. شنو الحالات اللي تستفيد من خدماتكم أو اللي أنتم تقدمون لها العلاج؟ أنا الأخصائية النفسية في المركز هنا. تمام. فأنا أقدم العلاج النفسي سواء المستفيدين في قسم التنويم. حلو. أو في العيادات الخارجية المراجعين العاديين. تمام. عندنا طبعا الفئة الأغلبية أو الفئة اللي نقدم لهم العلاج في مراهقين، في كبار السن، وفي البالغين. إيه. أنا سمعت أن المراهقين أظن قليل يعني الاهتمام فيهم من قبل يعني قليل أماكن تستقبلهم. إيه ممكن أنه في قلة في الأماكن. إيه. تستقبلهم سواء. إيه. حتى في التنويم أو في العيادة. إيه. فإحنا هنا في المركز نستقبلهم. تمام. أيضا أنا أعالج أو أتعامل مع الأمراض النفسية اللي تكون مرافقة للإدمان. ممتاز. وكمان الأمراض النفسية اللي بدون إدمان، يعني عنده جزئيات الاكتئاب، عنده قلق، عنده مشاكل. حلو. عندي إرشاد أسري. وكبار السن. وكبار السن. حلو. في أمراض خاصة بكبار السن أو يعني أمور نفسية خاصة بكبار السن مثل ما سمعت قبل شوي قالوا الفريق؟ في ممكن اللي هي الزهايمر والخرف تبع كبار السن، لكن في اكتئاب مصاحب لكبار السن أيضا. تمام. يعني عندهم مشاكلهم. ممتاز. إحنا هنا كمان نقدم
برامج من ضمنها برنامج تعزيز الصحة النفسية للموظفين. وعندنا برامج بإذن الله مستقبلية اللي هي تبع تعديل السلوك للأطفال. لكن هذا بإذن الله في المستقبل. ممتاز. زين أستاذ، علاج الإدمان عندكم بس المخدرات؟ أي علاج الإدمان بأنواعه، كحول، منشطات، مهدئات. طبعا نقدم لهم العلاج الداعم هنا في بيئة آمنة، لأن غالبا الجلسات النفسية اللي هي بعيدا عن الدوائي دائما يعني ما يكون فيها حكم ويكون فيها تقبل للمشكلة. فهذا الشيء يدعمهم، وخصوصا أغلب المستفيدين يكونون حريصين أصلا على هذه الجلسات ويطلبونها، لأنه يحسون فيها قبول وفيها دعم. ونعلمهم حل مهارات مثل حل المشكلات، مهارة التعامل مع الضغوط، كيف يتقبلون وضعهم الجديد، وكيف يتقبلهم المجتمع. أعتقد أن شريحة المحتاجين أو المدمنين للمهدئات والمنشطات والأمور الثانية يعني والكحول، وهذا أتوقع شريحة كبيرة جدا. هو للأسف إيه شريحة كبيرة، فبدأت تنتشر حتى بين المراهقين أو طلاب المدارس. أنا أول مرة أدري إن في حد يتعالج من إدمان المنشطات أو المهدئات. لأنه موجودة في مواد، يعني مهدئات غالبا فيها أدوية نفسية يكون عليها إدمان، صحيح، فيكون في لها علاج. والمنشطات غالبا لها أسامي في السوق يعني، فإحنا ما نبغى نذكرها ممكن يكون صحيح ترويج لها، فخلنا صحيح بالمسمى الأساسي. في هالمكان عند الأستاذة وغيرها من زملائها ممكن تحل مشكلة أسرة كاملة. ممكن المدمن أو اللي يعاني من تنمر أو يعاني يعتقد أنه يعاني من قلق أو اكتئاب أو كذا، يقعد على هالكرسي ويقدم الدكتورة هني أو الاستشارية أو الأخصائية، ممكن تشخص حالته إذا كان فعلا حالة مرضية ولا شنو اللي يحدد إذا كان مثلا هذا اكتئاب ولا يعتقد أنه اكتئاب مثلا على سبيل المثال، وكذلك القلق والوسواس وغيره. احنا نقدم مقاييس نفسية أو اختبارات نفسية تقيس مستوى المرض النفسي أو الاضطراب النفسي عند الشخص، سواء اكتئاب، قلق، وسواس، أو حتى أحياناً في مشاكل في الشخصية، في الشخصية نفسها. يعني في مقاييس، في أدوات قياس عندكم تحدد. أدوات قياس ثابتة، يعني خلينا نقول ما نقال طبية أو شو يسمونها، علمية، خلينا نقول أدوات قياس علمية بموجبها يبين عندكم إذا كان مثلا يعاني من قلق مرضي أو وسواس مرضي، أو ممكن هو في حالة تيكم أظن الاكتئاب وهو ما في اكتئاب، صح؟ بالضبط. فيكون شنو حالته؟ هنا ممكن يكون يحتاج إلى أن نشتغل معاه جلسات إحنا نسميها وقاية أو دعم وتعزيز، عشان ما ينتقل إلى مرحلة الاكتئاب المرضي. فهي العيادة هنا، العيادة النفسية، ما هي مختصة فقط بالإدمان أو المرض النفسي. حتى الأشخاص العاديين اللي حابين يتكلمون أو حابين يعبرون عن أنفسهم أو حابين يفضفضون ويتعلمون مهارات جديدة كيف يحلون مشاكلهم فيها، فأنا أستقبلهم في عيادتي. ممتاز. يكون جزء منها وقاية ودعم وتعزيز. ممتاز. مش فقط علاج. ممتاز. طيب أستاذ، ذكرتي عن أن بعض الحالات يعتقد أنه مع مثلاً وسواس أو مع اكتئاب ويطلع ما معه الشيء هذا، شنو ممكن يكون معه؟ شنو يعاني منه؟ أقول لك ممكن الشائع عندنا الآن أنه الأشخاص يشخصون أنفسهم، يقول لك أنا عندي اكتئاب. ممكن ما يكون اكتئاب بقدر ما أنه عنده مشاكل في العمل، أو ممكن يكون في ضغوط في الحياة، أو ممكن أعراض بسبب أحداث معينة في حياته، فممكن هي تكون فترة حزن مش اكتئاب. لو عرجنا على موضوع الضغوط اللي في العمل، الضغوط في العمل غالبا تكون إما المدير يكون عنده ضغط في العمل لأنه كيف يحتاج يدير فريق، وممكن الموظف نفسه كيف عنده ضغوط في العمل بسبب إنجاز أو واجبات أو بسبب مهام معينة. فالاحتراق الوظيفي شائع للموظفين والمدراء وأيا كان. الاحتراق الوظيفي هذه حالة يعني نستقبلونها. نستقبلها، وأنا استقبلها عندي في عيادتي. شنو الاحتراق الوظيفي؟ وإحنا مجهزين برنامج لصحة الموظفين. تمام. من ضمن الاحتراق الوظيفي اللي حيكون في. شنو يعني احتراق وظيفي؟ الاحتراق الوظيفي ممكن يكون عنده أعراض. هذه الأعراض تبدأ تأثر على حياته وممكن تأثر على وظيفته، ممكن تؤدي إلى الاستقالة أحيانا. صحيح.
ضغوط بالضبط. فالاحتراق الوظيفي اللي نشتغل يعني حنشتغل عليه حيكون جلسات وفيها تقييم، يعني جلسات لا دواء ولا لا يعني بحسب الحالة. بحسب الحالة ممكن تكون فقط تقييم وجلسات، وممكن يكون في احتياج دوائي. تمام. لأن الحالة ممكن تكون انتقلت من احتراق إلى مشكلة نفسية. الله يعطيك عافية أستاذة، ما قصرتي. الله يعافيك. ما تشوفون شخص. شكرا. أنا بخلص الحين بختم لكم التغطية وبقعدني على الكرسي بشوف هل أنا عندي مشاكل نفسية ولا لا، يحطون لي المقاييس. عاد هذا خلص شيء شخصي بيني وبينهم، يحطون المقاييس الضغوط اللي تعرفون اللي نتعرض لها، وال يعني الضغوط العمل وضغوط الأحوال السياسية والنفسية والسوشيال ميديا والأمور هذه، نقعد ونشوف إلى أي مدى ممكن توصل إلى حالة مرضية، وهل بحاجة إلى علاج، شنو الضغط، شلون تقلل الضغوط هذه، شنو الحيل النفسية اللي ممكن تلجأ لها عشان تساعدك في التخفيف عن هذه الضغوط حتى ما تتطور إلى أمراض نفسية أو مشاكل نفسية تستدعي علاج، يعني ما تقدر تتخلص منها إلا بالعلاج. طبعاً كنا معاكم في تغطية لمركز ريلب للتأهيل السلوكي والعلاج والتعافي من الأدمان والاكتئاب والقلق وغيره. أي طبعاً موجود في جوجل ماب، وهذا عندكم الواتساب، التواصل بسرية مثل ما قلنا تامة جداً، لأي استفسار، لحجز مواعيد، لأي شيء، هذا عندكم الواتساب، دخلوا تواصلوا معاهم، احفظوا الرقم عندكم، سيبوه عندكم للحاجة، لصديق، لأحد محتاج، للزمن، الله لا يحوجكم لا، لكن خلوه موجود. طبعاً في السابق ترى كان يعني اللي بيعالج أحد عنده من الأدمان يوديه برا الخليج ويبتعد عنه وما يقدر يعني يتواصل معاه ولا يطمن عليه ولا شيء. الآن يستقبلون كافة الحالات من دول الخليج، تقدر تنسق معاهم، واللي مثلا الحالة اللي عنده مو قادر يسيطر عليها أيضا يقدر يتواصل معاهم، يعني يقدرون يرتبون له بعض الأمور بحيث أنه يساعدونه على أن الحالة توصل لهذا المكان ويتولون عن أمر النقل والأمور هذه. فكل حالة وأدرى بحالتها. هذا كان واحد صراحة مثل ما قلت لكم، أنا بحثت قبل أي والله، ولقيت أن هذا المركز مفخرة، مركز يستحق أن نسوي له تغطية تليق فيه. الجودة عالية جدا، جودة عالمية اللي شفناها داخل، المراحل، الكفاءات، يعني من كافة النواحي، جودة حياتية وجودة طبية، والمستوى ما شاء الله تبارك الرحمن 5 نجوم. هذا كان مركز من أحد الأندر المراكز الخاصة اللي تعالج من الأدمان وتعالج فئة النساء وفئة المراهقين، وهذه قليل مراكز تهتم فيهم.